ليس مني وعن عليه الصلاة والسلام تناقه هوت ولد وتاثر فإني أباهي بكل أمام يوم القيامة ولو بصوبة وعن عليه الصلاة والسلام ليس شيء أحب إلى الله من النكاح بهلالي وليس شيء أبغض إلى الله من الطلاق فدوم علي بهديتي ثم أعلموا رحمكم الخاطب راكب والمكتوب والمرغوب والمهر والمسمية وتراضيا في الخطبة وقبل الخطبة وأقول قولي وهذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم عليه السلام وحواء رضي الله عنها اللهم ألف بينهما كما ألفت بين شيس عليه السلام وبيضاء رضي الله عنها اللهم ألف بينهما كما ألفت بين إبراهيم عليه السلام وسارة رضي الله عنها اللهم ألف بينهما كما ألفت بين يوسف عليه السلام وزليخة رضي الله عنها اللهم ألف بينهما كما ألفت بين موسى عليه السلام وسفورة رضي